طيب الحقيقة هنا جودة يعني معجزة مصر في تنس الطاولة، معجزة مصر في العصر الحديث الحقيقة، لما يبقى عندها سنها 13 14 سنة وتقفز للتصنيف الأول على مستوى بنات تنس الطاولة تبقى دي حاجة كبيرة. لما تفوز على فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك وسنها 27 سنة، بصوا الفروقات العمرية والخبرات، يبقى احنا بصدد فعلا. لا هي في مرحلتها السنية ليها تصنيف متقدم جدا على مستوى العالم. وفي مصر هي على السيدات سبقهم كلهم. هنا جودة مواليد 12 ديسمبر 2007، يعني برضه بالظبط 13 سنة، بس كتبت كمان تويتر على حسابها من شوية بتناشد الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب وزير رئيس اللجنة الأولمبية، بتقول لهم أنا اسمي هنا جودة، عمري 13 سنة، لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة سيدات ونشئات، مصنفة الأولى على العالم تحت 15 سنة، مصنفة رقم واحد في مصر في تنس الطاولة تحت 15 و17 سنة و19 والسيدات، يعني على مستوى الفريق الأول هي المصنفة الأولى دلوقتي، ولسه عمري 13 سنة. طيب مالك يا هنا؟ قلت لهم أنا بطلة النادي الأهلي في تنس الطاولة لجميع الأعمار. أنا بقى حلمي اللي بشتغل وأسعى إليه إن أنا أحقق لمصر ميدالية أولمبية في أولمبياد 2028، وإني أمثل مصر تمثيل مشرف وأدخل التامنة بإذن الله في أولمبياد 2024. لكن بتقول لماذا حتى هذه اللحظة لم يقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة سفري إلى أولمبياد طوكيو المتأهل إليها المنتخب للسيدات فردي وفرق بعد الألعاب الأفريقية اللي كانت في 2019. بتقول هنا جودة لماذا لا أمثل الفريق المصري في الفردي والفرق وأنا رقم واحد على مصر في التصنيف المحلي للسيدات وحصل على آخر بطولة فردي سيدات، لماذا الإصرار على عدم الإفصاح النهائي عن الأسماء وعدم وجود برنامج إعداد للمتأهلين لبطولة أفريقيا ولأولمبياد طوكيو؟ لماذا يرونني صغيرة وإني لازم أنتظر وأترك حلمي حتى يكون سني أكبر من كده؟ لماذا لا أكون أصغر لاعبة مصرية في أولمبياد طوكيو؟ ليه؟ عايز رأيي؟ على قد فرحتي بيها، على قد فخري بيها، على قد ما أنا شايفها ظاهرة إعجازية، مش مبسوط من التويتة دي خالص. لما بنت صغيرة طبعاً الكلام ده مش كلامها، إنها يبتدوا يشعروها بقى بإنها مظلومة وبإنها أنا، وبعدين محدش يزكي نفسه على الآخرين، محدش يقول أنا وأنا وأنا وأنا. يا بنتي صدقيني وأنا بقولك يا بنتي، لأني لو أنت بنتي والله ده اللي كنت هقوله لك، ما تشغليش بالك، اعملي اللي عليك، حقك هيجيلك، لكن بلاش طريقة تجييش المشاعر عشان أخد حقي على وسائل التواصل. انسي خالص وسيلة التواصل الاجتماعي، انسي تويتر، عايز الانستجرام انك تعملي صورة لنفسك ماشي، لكن الكلام ده هياخدنا في سكة المظلومية بعد شوية يا استاذ ابراهيم. طب ممكن بعيدا عن كلامها اسألك انا سؤال؟ لا ده موضوع تاني. هي كانت تقدر بسهولة جدا بسهولة جدا تتكلم على المسؤولين. طيب في اتحاد التنس الطاولة قدونا رد، تخلي النادي الاهلي هو اللي يتكلم الكلام ده. انما ان انا ينسب اليها هذا الكلام اللي انا مش مقتنع ان هو ينسب اليها، واذا نسب اليها ده مش صح. انا الافضل من وجهه نظرك هي كده من ضمن الفريق اللي موجود في طوكيو تسافر على سبيل الاعداد وتبقى ظاهره ان اصغر لاعبه ممكن مصرية. اسالك سؤال؟ طب لما هي في ضمن الفريق بتاع طوكيو بتشتكي في ايه؟ هي مصر تاهلت، بس مين اللي هيمثلها؟ هي في الفرد والفرق لسه. هنا بقى ده اللي مضايقني اكتر. انت ليه بتستبقي الاحداث وكانك بتضغطي في حاجه؟ يا ستي والله ما فيش عاقل هيتجاهلك وتجاهل حقك. ما فيش عاقل هيتجاهلك وما فيش عاقل هيقبل انك تظلمي، بس سيبي ده للمسؤولين. وانت تفرغي لتنس الطاوله اللي هتبقي فيه حاجه كبيره قوي. يا هنا انت مش بنتي، انت حفيدتي، خليكي في تنس الطاوله، محدش يتكلم باسمك من فضلك يا هنا عشان تبقي لعيبه كبيره قوي. لان اللعيب لازم يبقى فاهم انه لو عاش المظلوميه هيتظلم،